المواقف التي يتبناها الإطار ليست بالضرورة أن تكون هي متوافقة، لدى كل الأطراف تعرف الإطار لديه عدة رؤوس وعدة جهات، وبالتالي هو ليس جبهة سياسية. ذكرنا في أكثر من مرة أنه هو إنما هو هيئة لتنسيق المواقف، ووجود الإطار لم يكن وليد الانتخابات، وإنما كان منذ عام 2021 بالشهر العاشر، وبقاء النصر كان هو جزء من الواجب الوطني لإبقاء باب الحوار مفتوحا وتقريب وجهات النظر. وكنا دائما في كل مواقفنا وبياناتنا ومبادراتنا حقيقة نسعى إلى التسوية الوطنية وإلى المشروع الوطني وإلى التهدئة والذهاب إلى الطاولة المستديرة من أجل الخروج من الانسداد السياسي، ولحد هذه اللحظة حتى بعد استكمال الاستحقاقات الدستورية وتسمية سيد رئيس الجمهورية وانتخابه وتكليف السيد السوداني، داعمين لأي تسوية وطنية حقيقية تؤدي إلى أن يكون هناك على الأقل حكومة رصينة تحقق الرضا لدى كل الأطراف. وذكرنا أن أي خطوة اليوم تكون غير مكتملة وهناك بعض الجهات التي ممكن تشكل معوق كبير في إنجاز الحكومة أو المضي بمشروع الحكومة، وحذرنا من أنه تجاوز الكتلة الصدرية ككتلة لها ثقل كبير بالعمل السياسي ووزنها الاجتماعي وتأثيرها الجماهيري بالشارع ممكن أنه يأثر على سير العملية السياسية أو تشكيل الحكومة. اليوم حقيقة هذه الحكومة بصراحة، ونقول بصراحة أيضا مرة أخرى بسبب شكل النظام السياسي، عادت مرة أخرى إلى التوافقية. تعرف اليوم معادلة السيد السوداني جاءت بتكتل سياسي متعدد الرؤوس، وهنا مكمن المعوق أو المشكلة الكبيرة اللي سيواجهها السوداني بسبب ضغوطات الأحزاب والمكونات التي ممكن أن تضغط باتجاه الكابينة الوزارية وفرض الأسماء، على اعتبار أن النظام البرلماني هو من يفرض هذا الواقع كاستحقاقات دستورية لكل الكتل السياسية. نحن بالنصر في صراحة أعلننا موقفنا أنه لن نشترك في أي حكومة محاصصة على أساس تقسيم الكعكة كما جرت العادة في السابق. نحن سندعم الحكومة إذا كان لديها برنامج وطني يدعو إلى دولة مؤسسات، إلى تسوية وطنية حقيقية، إلى إصلاح حقيقي، إلى اختيار كابينة وزارية قادرة على أن تنفذ برنامج حكومي يلبي الطموح لدى الشارع، يعيد الثقة للعملية السياسية، يعيد الشرعية للعملية السياسية. هذه متبنياتنا، ليس بالضرورة أن يكون لدينا حصة أو منصب أو وزارة، نحن بعيدين عن هذا الأمر. دكتور سلام، نحن أجدد التحية بحضرتك ثانية.